والآن مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية ونعود مرة أخرى إلى ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا لكم، ووقفة أخيرة مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الثلاثاء طقس بارد في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة والعظمى فيها 20 والصغرى 12، الإسكندرية 19-13، مطروح 19-12، بورسعيد 20-13، الإسماعيلية 21-10، السويس 20-10، العريش 19-12، طابة 20-12، شرم الشيخ 23-16، الغردقة 23-14. نتحول إلى الأقصر 22-9، أسوان 23-11، الوادي الجديد 21-9، شلاتين 25-15، وأخيرا حلايب 23-16. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.